وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العراضي عضو مجلس الشورى. نرحب بك في استديو مركز الأخبار. طبعا في البداية كما لاحظنا من خلال التقرير بأن العلاقات البحرينية الأردنية علاقات متميزة ومتجذرة، كيف ما هي مميزات هذه العلاقة؟ بداية مساء الخير وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وكذلك تحية إجلال وإكبار إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي استقبل اليوم ضيفه وضيف البحرين جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. بالعودة إلى سؤالك، طبعا العلاقات البحرينية الأردنية علاقات قديمة وعلاقات خاصة جدا، يعني تجدين بأن هذه العلاقات لها تاريخ مشترك، بدأت منذ عهد المغفور له بإذن تعالى الأمير الراحل وجلالة الملك حسين المغفور له كذلك، واستمرت وأخذت زخما أكبر منذ تولي سيدي صاحب الجلالة مقاليد الحكم. نجد بأن هذه العلاقات أيضا هي علاقات مشتركة، مواقف البحرين ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية مشتركة، السياسة الخارجية التي تطبقها مملكة البحرين هناك توأمة بينها وبين الأردن، ويمكن دليل على ذلك هذه الزيارة التي قام بها جلالة الملك الأردني إلى البحرين وهذه وجلسة المباحثات التي خلصت إلى يعني مفاهيم مشتركة في ضرورة دفع عملية السلام، في ضرورة أن يسود الحل الدبلوماسي، في ضرورة أن نحقن الدماء، في ضرورة أن نراعي الوضع الإنساني وأن تفتح مسارات آمنة لأهلنا في قطاع غزة. كذلك يمكن هذه المواقف المشتركة تبين كذلك بأن علاقات البحرين والأردن دائما ما اتسمت بأنها بها توأمة، حتى النظام الدستوري في مملكة البحرين والأردن ونظام متشابه، كلا البلدين مملكتين دستوريتين، كلا البلدين تطبقان مبدأ فصل السلطات الثلاث مع تعاونها، وأكيد هذه العلاقات المتميزة على مستوى القادة انعكست كذلك على مستوى الشعب. نعم. سيد العراضي، في سياق ما ذكرته كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات البحرينية الأردنية؟ طبعا أنظر إلى المستقبل باعتباره مستقبل زاهر. تعلمنا من سيدي حضرة صاحب الجلالة بأن مكانته الشخصية كقائد حكيم وعلاقاته المتميزة مع أشقائه قادة دول الخليج ودول والمنطقة العربية ودول العالم عادة ما تنعكس بشكل دائم علينا، وتنعكس كذلك على علاقاتنا سواء كانت على مستوى الحكومة وعلى مستوى السلطة التشريعية، ونجدها كذلك أكثر وضوحا أيضا على المستوى الشعبي. أنظر إلى إن شاء الله مستقبل به علاقات أكثر تميزا بيننا وبين الأردن، 12 اتفاقية تم تفعيلها ويتم العمل بها بيننا وبين المملكة الأردنية كذلك، يعني مجلس تم تأسيسه أو لجنة عليها مشتركة تم تأسيسها من 23 عام. أعتقد هذه، وبالعودة إلى سؤالك أنه في عجالة، هذه الزيارة ستنعكس إيجابا وستعطي دفعة وزخما أكبر لهذه العلاقة. نعم. إذن سعادة السيد علي العراضي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.